أنا أريد أن أسأله سؤالا. هاي، أي نعم، هو سألني عن، أنا خايف منك. لا بالعكس، أنا معجب به وبأسلوبه وبثقافته الواسعة أيضا، ويعني أنا يعني فرحان جدا أنني تعرفت عليه. まあ、いろんな池上さんのことを調べてとっても立派な方が分かりました。わざわざ池上さんがここにいらっしゃるということは非常に心から感謝しておりますと。نعم، هو طبعا ربما لا يفهم اللغة العربية جيدا، وربما لو تكلمت معه بالعربي أو تكلم شخص معه بالأردو أو تكلم شخص بالفارسي قد لا يستطيع أن يفرق ويقول لك هذا عربي أو هذا أردو أو هذا فارسي. هل هذا صحيح؟池上さんがアラビア語は分からないんですよね。それは合ってますよね。わかりません。はい。例えば池上さんがあってオルド人かアラビア語か例えばフランス語ってやっぱり普通は分かりませんですよね。はい。わかりません。ما يعرف يفرق بينها. ممتاز. طيب أنا سأعطيه جملتين بالعربي، أريده أن يحاول أن يكتشف إيش الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية. ركز معي.池上さんに2つアラビア語の言葉を今から言います。その2つの間の言葉の違いがちょっと分かってほしいんです。考えてほしいんです。موافق؟ いいですか？はい。はい。الجملة الأولى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. هذه الجملة الأولى. طيب يأخذ الجملة الثانية. نحن جئنا إلى هنا ثم استقبلناكم في هذا المكان وجلسنا معكم في هذا الزمان ثم أنسنا بكم وفرحنا بكم وبعد قليل سوف نفارقكم. هذه الجملة الثانية. طيب هل اكتشف فرقا بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ どうですか池上さん、一つ目と二つ目の何か違う、何か感じましたでしょうか。一つ目は非常にこう音楽的な、詩的なポエムといいますか、ポエティックなこう、心に響くようなこう感じがしましたね。二つ目はまあ、普通のこう話し方のように思えたんですが。يقول لك الكلمة الأولى كانت كلمة جدا كده رائعة خارجة من شاعر بس أصعب شيء كلمة أكبر من الشعر ودخلت إحساس غريب فيها أتوقع الكلمات الأولى يعني. والكلمات الثانية أحسها إنها يمكن نفس اللحن لكن الموسيقى في الكلمات الأولى كانت أقوى. الكلمات الثانية أتوقع إنها هي مجرد كلام عادي إذا ما كنت أنا غلطان. طيب أي الكلامين، أي الكلام الأول أو الثاني كان يتفاعل قلبه معه؟1つ目の言葉と 2回、2つ目の言葉のどっちの方が池上さんに気に入ったんですか？気になったんですか？1つ目の方が心地よかったですね。يقول لك الأولى كانت دخلت قلبي. طيب كلمات الأولى. الله أكبر. طبعا الكلام الأول هو كلام الله، هو من القرآن. والكلام الثاني هو من كلامي أنا، من كلام البشر. 先生に池上さんに言いたいのは1つ目の言葉が実は神様の言葉だったんです。はい。二つ目の言葉は私さっき自分で今作った言葉です。はい。لذلك اليوم أكثر الذين يدخلون الإسلام يدخلونه لما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لأنه يحبنا أرسل إلينا رسولا ولم يترك هذا الرسول يعطينا الكلام فقط من عنده، لا، وإنما تكلم الله تعالى بكلام من عنده سبحانه وتعالى إلى البشر والصحابة كتبوه ونقلوه إلينا. فلذلك الإنسان إذا أحس بضيق الصدر أو أحس باكتئاب وقرأ من هذا القرآن هذا يزول عنه بإذن الله.